صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الاثنين 6 فبراير 2023. يا رب يوم جديد كله خير وبركة وصحة وسعادة وكل حاجة حلوة لحضراتكم. النهاردة هكون معاكم لوحدي، هبقى النهاردة كده واخدة أجازة لسه موضوع الكحة ده، فهي يعني إن شاء الله يعني واخدة أجازة النهاردة وإن شاء الله بكرة تكون معانا على خير. حابب أبتدي معاك أقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين. بداية صوم أهل نينوى 3 أيام، ناس كتيرة جدا بتحب الصوم ده لأن هو صوم يعني قصير 3 أيام، وفي نفس الوقت وإن كان كل صوم هو صوم بيبقى فرصة لتقديم التوبة، لكن صوم أهل نينوى ليه معزة في قلوب ناس كتيرة جدا وبيعتبروه إن هو بيبقى فرصة حقيقية في 3 أيام نقعد نتضرع ونرفع قلبنا لربنا ونقدم توبة حقيقية زي ما أهل نينوى عملوا وربنا قبل توبتهم. إحنا كمان بنسعى إن الله يقبل توبتنا. كمان عايز أقول لحضراتكم إن الصوم ده يقولونا من الناحية التاريخية إن هو ابتدى في عهد الأنبا إبراهام ابن زرع. الأنبا إبراهام ابن زرع هو البابا الـ 62 في تاريخ الكنيسة، واللي تم في عهده نقل جبل المقطم. وبعض المؤرخين يقولوا اني لان الانبا ابراهام ابن زرع كان اصلا سرياني، فكان الصوم ده اصلا موجود في الكنيسه السريانيه قبل الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. وبعض الامور التاريخيه حلو برضو يعني، لان احنا كتير في الاصوام بنرجع للناحيه التامليه، لكن جميل برضو ان احنا نرجع للناحيه التاريخيه. لكن في كل الاحوال هو صوم قديم في تاريخ الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، صوم محبوب للكل، صوم نقدم فيه توبه لله. كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير. الحقيقه النهارده انا كان المفروض نتكلم مع حضراتكم في موضوع والاسئله اللي احنا بنطرحها، لكن النهارده موضوع الزلزال يعني هو اللي مسيطر. كان في زلزال حصل فجر اليوم تحديدا يمكن الساعه 3 الفجر بتوقيت مصر، شعر بيه عدد كبير من سكان القاهره، واحنا صحينا انا شخصيا ما حسيتش بحاجه، بس في ناس كتيره صحيت او كانت صاحيه قالت ان زلزال والامور كانت صعبه خالص. الزلزال أخباره إيه؟ أنا عايز حضراتكم تطمنونا وتقولونا إيه الأخبار. لكن عايز أقول لحضراتكم إن كمان الزلزال الخاص بتركيا، أنا معرفش ده تبع ده ولا لأ، أنا ما بعرفش أنا في الحتة الخاصة بالزلازل، لكن هو زلزال أصلا كان في زلزال في تركيا. الزلزال في تركيا أثر على مناطق كبيرة في تركيا وفي عدد وفيات كتير. كمان أثر على أكتر بلد سوريا. سوريا طبعا البلد الشقيق أثر عليها كتير جدا، وأكتر من 300 حالة وفاة إلى الآن في سوريا. الموضوع صعب جدا والموضوع أمر هام جدا، لكن إحنا عايزين نسأل حضراتكم بقى، اسمحوا لي أنا اللي أسألكم، يعني مين حس بالزلزال؟ إيه الأخبار كانت عاملة إيه؟ دلوقتي يبقى معانا برضو مداخلات يطمنونا أخبار الزلزال إيه، ويعني الأثر بتاعها في مصر عمل إزاي. بيقولونا أن كان على مقياس ريختر أكتر من 7 درجات، تقريبا 7.7 أو حاجة كده. وعايز أسأل، هو كان ناحية رفح أكتر، ناحية العريش أكتر في مصر، لكن طبعا أثر على القاهرة وعدد كبير جدا من سكان القاهرة شعروا بيه. احنا دلوقتي هنحاول يعني نستطلع مع حضراتكم ونعرف الاخبار ايه والدول اللي اثر عليها وعدد الضحايا. ومعانا عبر الهاتف بيشرفنا الاستاذ الدكتور جاد القاضي رئيس معهد الفلك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، صباح النور على الجميع. صباح الخير على حضرتك. اول سؤال عايز اساله لحضرتك، هو الزلزال اللي حصل في تركيا ده هو توابعه اللي حصلت في مصر ولا ده ملوش علاقه بده؟ لا، هو الزلزال اللي حدث في تركيا وتوقعه في تركيا والاثنين الشعب ده مواطنين مصريين. يعني يعني يا فندم اللي حصل في تركيا ده هو اللي شعرنا بيه في مصر؟ بالظبط كده يا فندم. طب لو حضرتك 3 و17 دقيقة وعدد من التوابع اللي حدثت بعده هو ما بين 5.5 و6 درجات على مقياس ريختر.
لو حضرتك تقول لنا اللي حصل في تركيا كان قوته قد ايه واثر على ايه وعدد البلاد اللي اثر عليها يعني وهل هيبقى في توابع ولا لا؟ الرئيس كان قوته 7.7 ريختر. حتى الان حوالي 35 صوت معلش يا فندم. طيب نحاول نتواصل مرة أخرى مع دكتور جاد القاضي، لكن عدد من الأخبار للأسف جاية من سوريا أخبار غير مطمئنة وبتقول إن عدد الضحايا فيه ازدياد كبير نتيجة للزلزال اللي كان بدايته في تركيا وأثر يمكن على سوريا أكتر من تركيا. انتوا عارفين حضراتكم إن في حدود بتربط ما بين سوريا وتركيا، فهو يبدو إن هو كان ناحية الحدود السورية التركية بشكل أكبر، وبيقولوا إن حصل في الساعة 3:17 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي بقوة 7.7، وأوضح وبيقولوا كمان إن المنطقة اللي حصل فيها في تركيا تقاطع العدد من الفوالق الجيولوجية النشطة، ومركز الزلزال يقع بالقرب من تقاطع الأناضول مع البحر الميت. دي حتة يعني جغرافية ومصر طبعا أصدرت بيانات عن وزارة الخارجية المصرية عن خالص تعزيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا من ضحايا الزلزال المدمر اللي أصابهما وعدد من دول مناطق الشرق الأوسط متمنية الشفاء للجميع. وذكرت وكالة إدارة الكوارث بتركيا أن 76 شخص لقوا حتفهم أصيب، 440 آخرين. دكتور جاد رجع لنا تاني. دكتور هستأذن حضرتك لو تقول لنا مرة أخرى الزلزال اللي حصل في تركيا والتوابع الخاصة به. زي ما قلت سيادتك قبل انقطاع الخط، هو شعر بهذا الزلزال الرئيسي وعدد من التوابع بتاعته تقريبا كل مدن الشرق الأوسط لقوته الكبيرة. القوة الرئيسية كانت 7.7، وال 75 تابع منهم حوالي 20 تابع قوتهم فوق الست درجات، ده معناه ان الزلزال محسوس. كان في البدايه في انذار لتوقع حدوث موجات تسونامي في شرق البحر المتوسط، لكن بعد دقائق تم الغاء الانذار لان الزلزال على اليابسه مش في المياه وبعيد عن المناطق الساحليه. المنطقه يعني فيها نشاط جيولوجي وتركيب لانها تقاطع عدد من التراكيب الجيولوجيه، الصدع الرئيسي لشرق الاناضول، وايضا امتداد صدع البحر الميت، وهذا ما عظم من عدد التوابع لهذا الزلزال. لكن يا فندم يعني هل متوقع ان يبقى في توابع اخرى وتكون بنفس القوه، ولا دايما التوابع بتيجي اقل؟ هو دايما التوابع بتيجي اقل، واحنا متوقعين عدد كبير من التوابع. يمكن زي ما اقول لحضرتك احنا 3-4 ساعات بعد الزلزال الرئيسي في حوالي اكثر من 70 تابع، فمتوقع على نهايه اليوم يكون اكثر من 100 وشويه تابع، وده طبيعي في مثل تلك الظروف. وزلزاليا بنقول وجود توابع ده حاجه يعني طبيعيه كويسه، لانه التوابع بتعمل عمليه تمحيص عن الطاقه اللي في بطن الارض، وبالتالي بتقلل فرصه حدوث زلازل كبيره مره ثانيه. طب يا فندم يعني مش عايز اسبق يعني، بس لا قدر الله لو جه مره، لان احنا بقى لنا كتير بنكلم حضرتك في خصوص موضوع الزلازل واكثر من زلزال حصل في اكثر من منطقه شعر بيها في مصر عدد من المحافظات، لو حصل زلزال بقوه اكبر من كده ايه اللي المفروض والحذر اللي المواطن ياخد باله منه؟ هو طبعا في تداعيات وتحذيرات كثيره، لكن اهمها بالتعاون مع مجلس الوزراء تم اصدار ما يسمى دليل استرشاد لمواجهه مخاطر الزلازل، وده متاح على موقع صفحه مجلس الوزراء وعلى صفحه المعهد. في يعني ابواب لكل المتخصصين، للدفاع المدني، للمحليات، للمواطن العادي، كل فيما يخص ازاي يتصرف وقت حدوث الزلزال. احنا يهمنا طبعا المواطن العادي وقت ما يحدث زلزال يتصرف ازاي، اهمها طبعا انه يحافظ على جسمه، لا قدر الله اي تصدعات او انهيارات للمباني يحاول يكون تحت مكان صلب
ترابيزة كرسي، ممنوع التدافع من السلالم والشرفات لأن ده من شأنه تعظيم عدد الإصابات، ونسأل الله السلامة للجميع إن شاء الله. أمين. بشكرك جدا الأستاذ الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشكر حضرتك جدا نورتنا، وبتمنى الخير يا رب والسلامة للكل، وأهل سوريا بنتمنى لهم السلامة، وتركيا بنتمنى لهم السلامة. احنا يعني في الأمور الإنسانية نتمنى السلامة للجميع، نتمنى السلامة للكل. ربنا يا رب يحافظ على الناس كلها وينجي الناس من الزلازل وما شابه. قولوا لنا بقى حسيتوا بزلزال ولا لا، ومنطقتك فين، ومش عارف برضو ليه ناس بتشعر بالزلازل وناس لا، يعني ايه الفكرة ان في بعض الأماكن ويبقوا ساكنين الاثنين مثلا في القاهرة مجموعة تشعر بالزلازل ومجموعة لا؟ قولوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت. هو اليوم النهاردة بصراحة يعني يوم صعب شوية يعني في مصر، يعني موضوع الزلزال ده أثر بشكل أو بآخر. كمان الجو صعب جدا برضو. لو دلوقتي يبقى معانا حد من الأرصاد، أصدقائنا من الأرصاد الجوية، يقول لنا الأخبار إيه وحالة الطقس عاملة إزاي. أنا شايف رياح شديدة جدا، الله يكون في عون الناس. أنا شايف الناس اللي بتشتغل في الشارع، الناس اللي فرشة على الطرق بتبيع أو حاجة كده، الدنيا صعبة جدا وإحنا جايين الفرش بيطير والأمور صعبة جدا، فيوم كده صعب شوية يعني، بس نستحمل بعض. واللي ما عندوش حاجة مهمة ما ينزلش، يعني ما عندوش شغل مهم ويقدر ياخد أجازة، عنده مشوار، اللي قاعد في البيت وعنده رفاهية أصله لا ده أنا عندي مشوار بس هقضيه النهاردة، لا ما تقضيهوش النهاردة، يعني حاول تأجله لأن كمان حالة الطقس صعبة خالص النهاردة. نقرأ مع حضراتكم أستاذ ثروت عدلي بيصبح علينا ويقول في سلامة يا هبة، ولم نشعر بزلزال، أنا بالزيتون وربنا يحرس ولاده. أمين. فينا الصبح بتصبح علينا وبتقول نشكر ربنا ما شعرناش بالزلزال، ربنا يسترها يا رب على كل البلاد وتعازينا لشعب تركيا وسوريا. ومش نمودة بتصبح علينا وبتقول تعزيات شعب سوريا، ربنا يسترها على العالم كله. يا رب ربنا يسترها على العالم كله في موضوع الزلازل. جيهان ناروز بتقول الزلزال كان قوي، كان الساعة 3:30 الفجر، وكان فعلا لدرجة صحاني من النوم، ربنا يستر وينجي الجميع. في ناس على فكرة عندها مقدرة ان هي تشعر بالزلزال او تشعر بحاجة حتى لو كانت نايمة، تلاقي نفسها صحيت من النوم لشعورها بالزلزال. وفي ناس يعني لو حصل اي حاجة ما بتحسش، انا ما بحسش، فيعني يقولوا لنا بقى مين شعر بالزلزال. سمسمة منير بتصبح علينا وبتقول الزلزال من شدته السرير كان رايح جاي، يا لدرجة قومني من النوم من رجة السرير وربنا يرحمنا. يا هل ممكن مثلا يكون الناس اللي ساكنة في أدوار عالية ممكن هي تشعر بالزلزال دون الناس مثلا ساكنة في أدوار مخافضة شوية؟ مش عارف يعني، برضو بتختلف ممكن من منطقة للتانية. مون جمال بتصبح علينا وبتقول بعيد على زوجي حبيبي بيتر مفيد بعيد ميلاده، ربنا يخليه ليه كل سنة هو طيب. برضو نقلب كده عشان ناخد بعض التعليقات من تاني، بعتولنا وقولولنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت. امل جيسس بتصبح علينا الف سلامة على هبة، احنا هنا في الصعيد مش بنحس بأي كوارث كونية. طب الحمد لله، يا رب محدش يحس بأي مشاكل يا رب. ميرفت مقارنا روز لم أشعر بزلزال وربنا يسترها على الناس كلها. صبري ناجح بيصبح علينا وبيقول أنا عن نفسي لم أشعر بزلزال نهائيا، من أن تحدث لم أشعر بيها نهائيا. طب الحمد لله. كيرلوس عاطف من أنطارة غرب ما حسناش بزلزال خالص، وأنا صح الساعة 8 ونطلب تعزية خاصة من أجل أهل سوريا وتركيا. يا رب. برضو نقلب تاني أكتر وناخد تعليقات أكتر من حضراتكم، ابعتوا لنا وقولوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك. إيفا طالعة بتقول كل سنة وانتم طيبين، شكرا لحضرتك. إليا راسلة بيصبح علينا بيقول ربنا يستر على الجميع ويعزي
سوريا. امين يا رب يعز كل الناس، وبيبقى امر صعب جدا. الزلازل دي بتبقى حاجه صعبه جدا ومخيفه جدا لكل الناس، ولما بتحصل يمكن انا ما اتذكرش غير زلزال 92 92 وكنت طفل طبعا، وكنت في المدرسه وقتها، وكانت المدرسه المبنى بتاعها قديم، فكنا فاكرين ان المبنى بيقع، لان ما كانش فيه في ذاكرتنا حاجه اسمها زلزال، يعني ما فيش حاجه كانت حصلت قبل كده تقول لنا ان ده اسمه زلزال. لكن كان يوم صعب، وكانت فترة صعبة على مصر كلها، وتفتكروا حضراتكم المشاكل اللي كانت بتحصل، فربنا لا يعيدها إن شاء الله في مصر أبدا. عشان كده الواحد حاسس باللي بيحصل في سوريا وتركيا، ربنا يعزي الجميع. ومعانا أستاذ أشرف، أهلا بيك. أهلا، صباح الخير سيدي. صباح الفل، أهلا بحضرتك. طبعا يعني شيء طبعا محزن، لكن طبعا نشكر ربنا في مصر، يعني الحمد لله. انا نفسي ساكن في مدينه جديده، ما حسيتش خالص بالزلزال ده. طب الحمد لله، ولا اي حد حتى كلمني يعني ان حصل حاجه زي كده يعني معاك. طيب الحمد لله، هو فعلا الصعيد كله تقريبا ما حسش بالزلزال، ودي حاجه كويسه، ربنا يحافظ عليكم. بشكرك جدا يا استاذ اشرف، بشكر حضرتك. ابعتوا لنا وقولوا لنا على صفحتنا على برضو تركيا، أخبار جاية من تركيا. نأمل في تجاوز كارثة الزلزال في أقرب وقت ممكن، وبأقل قدر من الأضرار. دي من الأخبار العاجلة اللي جاية من تركيا. الخارجية المصرية بتعرب عن خالص تعازيها لتركيا وسوريا في ضحايا الزلزال المدمر. على فكرة الزلزال كان كبير جدا، ما كانش قليل، ما كانش بسيط، ما كانش معدي بالساهل، ضحايا كتير جدا. الضحايا في سوريا إلى الآن بنتكلم عن أكتر يمكن من 350 يعني متوفي نتيجة الزلزال. ده حصيلة أولية، احنا بنتكلم ان الزلزال ده، احنا في زلزال حصل من خمس ست من ست ساعات فاتوا، فبتتكلم ما عداش غير ست ساعات، وحصيلة أولية 300 وشوية. طبعا للأسف الحصيلة دي أكيد بترتفع في الفترة اللي جاية، ما عندناش الحصيلة المثبتة اللي جاية من تركيا، لكن المؤكد والأخبار الرسمية اللي جاية من تركيا بتقول برضو ما يقرب من 300 كحصيلة أولية. بقول لحضراتكم دايما، وانتوا حضراتكم اعتدتوا لما بنقول حصيلة أولية معناها ان ممكن العدد يتضاعف مرة او اتنين او تلاتة، يعني لان بتبقى دي بس مجرد كده البداية، بيبقى في ناس تحت الانقاض، بتبقى حاجات كتيرة جدا. الحقيقة احنا حزانة جدا بسبب هذا الامر، وحاجة صعبة جدا الواحد يصحى الصبح يلاقي يعني حالات وفيات كتيرة جدا، حتى لو مش في بلدك بالمناسبة، حتى لو في سوريا، حتى لو في تركيا اللي انت ممكن تكون يعني ممكن يكون في بعض المشاكل أو حاجة كده، لكن في الأمور الإنسانية نحن لا نتحدث في شيء إلا الإنسانية. أستاذ عبد الله، صباح الخير. أستاذ سعد الله، أهلا بحضرتك. أستاذ سعد الله اتفضل. إزاي حالك أنت، عامل إيه؟ الله يخليك، نشكر ربنا الحمد لله. إحنا الحمد لله يعني في اسكندرية، بس أنا ما حسيتش بأي حاجة في الزلزال ده يعني. طب الحمد لله، نشكر ربنا. أنتوا عندكم في اسكندرية بتبقى العمارات عالية قوي. عالية فعلا. لا قدر الله لو حصل، لما بيحصل حاجة زلزال ليشعر بيه اهل اسكندرية، اعتقد الادوار العالية دي بتبقى صعب الامر خالص يعني. اكيد بالنسبة للدوار العالية، بس انا يعني عندي بيت يعني ثلاث ادوار بس. طيب ربنا يحفظك. الحمد لله يعني ما فيش اي حاجة، ونشكر ربنا. الحمد لله، ربنا يحافظ عليك. يلا كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب. الناس الصامت يونان، وكل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب، بشكرك جدا. الله يخليك. سلام. ناخد بعض التعليقات الأخرى. ماجدة منير بتقول سلامة هبة، والزلزال كان أقوى من 92 جدا. يا أخدوا بنتي وأولادها وقعدنا في العربية، وللآن لن ننام، إحنا في الدور الثامن، كان صعب قوي قوي. يا ربنا يرحمنا ويرفع غضبه عنا. مدام ماجدة بتقول إن هي شعرت بالزلزال أكتر من زلزال 92، وبتقول إن هما خدت بنتها وولادها وقعدوا في العربية وللآن ما ناموش، هم في الدور الثامن. ربنا حافظ عليكم يا مدام ماجدة، وإن شاء الله تعدي على خير يعني. جميل جيمي بيصبح علينا، بيقول كل سنة طيبين. ومش نودة بتصبح علينا. مارينا ملاك، ممكن حلقة عن الإيجارات الجديدة؟ عينينا حاضر، بس إيه الإيجارات الجديدة؟ ما فيهاش مشكلة، المشكلة دايما في الإيجارات القديمة يعني.
استاذه ميرفت مقار ناروز، هو بصراحه كان اصعب من زلزال 92 وعماره مصر الجديده اللي وقعت، وكان فيه واحد بتقول كان اصعب، ولا هي عايزه تقول ان اصعب زلزال كان 92 وعماره مصر الجديده، وكان فيه واحد اسمه اكسم كان تحت انقاض العماره وخرج بعد 4 ايام. طبعا كلنا فاكرين اكسم، طبعا العماره دي في ميدان، كانت في ميدان هليوبلس، طبعا اتبنت مكانها دلوقتي. ميخائيل اسعد بيصبح علينا، انا اسعد زكي من دمنهور بصبح عليك وبقول لميخا ابن حبيبي ومبروك النجاح. نسر البري بيصبح علينا بيقول لم نشعر بزلزال عشان احنا من الصعيد. نانا بتقول صبح علينا، فعلا الجو برد صعب جدا والزلزال كان قوي جدا. شايفين الاجابات عامله ازاي؟ حد يقول الزلزال كان قوي جدا واصعب من 92، وحد يقول لك انا ما حسيتش بيه خالص. طبعا بيفترق من منطقه للتانيه، ممكن برضو حتى لو في نفس المنطقه الادوار العاليه بتبقى مختلفه تماما عن الادوار المنخفضه. ميرنا عادل، احنا شعرنا به في الكويت كمان، ربنا يعز اهل سوريا في ضحايا الزلزال. بشوي ربنا يعزي اهل سوريا في ضحايا الزلزال يا رب. استاذه عزه اهلا بيكي. صباح الفل، اهلا بحضرتك. من الاليوبيه. من الاليوبيه، شعرتوا بالزلزال؟ لا ما حسيتش. طيب الحمد لله، نشكر ربنا. احنا في ربنا يحافظ عليكم. ايش بشكرك، ربنا بشكرك. ربنا يعزي. يا رب ربنا يعزي الكل. طبعا احنا ما يعني ما كانش ينفع النهارده نبتدي في اي حاجه ممكن تكون فيها هزار او زي ما اتعودتوا مننا، وفي ناس بتتالم وضحايا كتير. اهو تركيا ارتفاع حصيل الضحايا زلزال الى 284 قتيل واكثر من 2300 مصاب. سوريا زي ما قلت لحضراتكم اكتر من 230 قتيل. كل ده اصابات او ضحايا اوليه، احنا بنتابع مع حضراتكم على مدار الحلقه، واي جديد او اي اخبار جديده هنتابعها سوا. نخرج لفاصل نشوف اية اليوم ونرجع لحضراتكم. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده اول يوم في صيام اهل نينوى، والاصحاح الثاني الايه 2 بيقول دعوت من ضيقي الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاويه فسمعت صوتي. قبل ما نفكر في الضيقه اللي وقع فيها يونان، عايزين نشوف ايه اسبابها عشان نقدر نتجنبها كلنا. ايه اللي خلى يونان يقع في ضيقه؟ وده نبي الله ارسله برساله معينه. بيقول انه الله راح دعا يونان وقال له كده اذهب الى نينوى ونادي فيها بالتوبه. لكن يونان عمل ايه؟ يونان نزل الى يافا واخذ سفينه متجهه الى ترشيش ودفع أجرتها، يعني بيدفع الثمن أو أجرة الخطية اللي هو بيعملها، وركب السفينة عشان يهرب من وجه الله، وبعدين نزل إلى عمق السفينة ونام. هروب 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 من وش ربنا، علشان يقول يعني أنا مش شايف، أنا مش عارف، أنا خلاص يعني إدى ظهره للموضوع كله. وده بيحصل في حياتنا في بعض الأوقات، بيحصل في حياتنا ان احنا ندي ظهرنا لربنا، ظهرنا للوصية، ظهرنا للكلمة، ونشتري الخطية بتمن، من صحتنا، من فلوسنا، من وقتنا. يعني مش بس بنكتفي ان احنا نبعد وما نسمعش، لكن كمان بنحاول ان احنا نهرب بطرق كتير قوي من ربنا، وفي الاخر نسكت ضميرنا بكلمتين انه كل الناس كده، المجتمع بقى كده دلوقتي، الدنيا كلها تقريبا بقى ده نظامها، وده مش مفروض ينطبق على أولاد الله أبدا. طيب
الله لما لقى يونان بيهرب ابتدى يتعامل معاه، بس مش من خلاله هو، من خلال الطبيعة اللي بتحيط بيه، من خلال الأشخاص اللي ما يعرفوش ربنا وكانوا راكبين معاه في نفس السفينة. ابتدى يهيج البحر، أرسل الله ريحا، وابتدى الله يرفع الأمواج حتى كادت السفينة أن تتكسر. يبقى الله بيعمل ده مش علشان هو عايز يعمله، لكن عشان احنا نصحى. الضيقات اللي موجودة حوالينا دلوقتي وما أكثرها مش ربنا اللي بعتها، لأن ربنا عايز يبعتها، لكن هي مرسلة علشان احنا نصحى، مش علشان هنقول إن الأيام قريبة ولا هنقول إنه الميعاد خلاص قرب، لا، بس أنا هروح لربنا في أي وقت. يبقى لازم أصحى وأبتدي أشوف إيه اللي بيحصل. وآخر حاجة، يبتدي ربنا يبعت له رسالة على لسان إنسان لا يعرف الله، اللي هو رئيس النوتية، ويقول له قم أصرخ إلى إلهك. تخيلوا كده إنه إنسان وثني وبيكلم نبي الله وبيقول له إيه؟ قم أصرخ إلى إلهك لعله يفتكر فينا رحمة. يعني حد من المجتمع هو اللي بيصحيني إن أنا ليا إله، وإن أنا مش بصلي لربنا اللي هو إلهي ومخلصي يسوع المسيح، وإن أنا نسيه. يبقى منظري صعب جدا وحالتي صعبة جدا. النهاردة بنبتدي صوم لأهل نينوى، تعالوا نبتدي نحط نظام نتعامل بيه مع نفسنا، تعالوا نحط طريقة ما نهربش بيها من حياتنا اللي فاتت أو من الحاجات اللي تعودنا عليها. علشان في المزمور بيقول له أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ الله موجود في كل مكان، الله مطلع على كل حاجة، مطلع على خفايا القلب، مطلع على أفكارك، مطلع على اللي انت عايز تعمله واللي انت ناوي تعمله. فمن فضلك حاول ما تهربش، حاول تقرب من ربنا، وحاول تمسك في ربنا، حاول تقول له يا رب من فضلك ارحمني. مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة كان بيقول كده، احترس من الخطية الأولى أو الخطوة الأولى إلى الخطية. احترس من الخطوة الأولى اللي هي قد تبدو ليك بسيطة، اللي قال عنها خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. حاول تخلي بالك، حاول تخلي بالك من حياتك، علشان احنا كلنا في اتجاه واحد، هو اتجاه السماء. فياريت نحافظ على مكاننا في السماء، مش لازم نترمي في البحر، مش لازم ندخل جوف الحوت، مش لازم نشعر بالضيقات ونصرخ إلى ربنا فيستجيب. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.